كرم من ربنا سبحانه وتعالى وشرف لي اني اوقف قصاد او جنب النجوم اللي انا بتعلم منهم بالتلفزيون. في يوم من الايام كنت بتفرج وبقول الناس دي عظيمه، ربي جمعني انا وهما على بساط واحد. ده بالنسبه لي هو التكريم. والله ردود فعل الجمهور يعني انا زيكم بشوفها على السوشيال ميديا. ده كرم. بص انا غرقان بكرم النجوم المصريين. يعني انا صحيت قبل كام يوم على مسج من نجم مصري، نجم كبير، بس انا مش عايز اقول اسمه عشان هو ما قال لي ما تقولش. ده بعت لي مسج بيقعد بيشكرني وبيقول لي انت دي بلدك ودي كذا. ما انا بقول لهم دي مصر يا جماعه. اما نجم مصري بيروح يدور على نملتك، والله عمره ما شافني ولا قابلته، ودور على نملتي ويبعت لي كلمتين دول. وبقى بالعكس، هي كره الناس محبه يعني. لو هم كرهوك يعني بقى الموضوع تمام قشطه. لا صح يا مين. لا بس كل حد يعني حد بيقول لي والله انا خطبت واحد هو اصلا ما معوش بكالوريوس، ده معوش اعدادي، فاهمه؟ واحده بتقول سكننا الشقه طلعت مش شقته، شقه جيرانه، فاهمه؟ ده الموضوع سيئه جدا. ايه ده؟ ايمان انسانه عظيمه. مسكينه هيش واحده يعني تجيها مصايب من اول المسلسل لاخره، لازم تتعاقد. احنا كلنا بعد العمل هروح نعمل كونسول بتاع اللي هو اطباء نفسيين. هروح عند ماما عشان زعلانه مني. والله هسافر لها. وما انا ده اللي عايشه ده برضا امي، والله العظيم برضا امي عليا. شكرا.